العلم والدين بيمثلوا مدرستين مختلفتين، البشر بيدعوا انها بتطرح طرق الوصول للحقيقة وتكوين معرفة عن الواقع المحيط بينا، في حين ان العلم بيركز بشكل كبير على العالم الطبيعي، الا ان نتائج البحث العلمي قد تقود في بعض الاحيان لتبعيات نحو المعتقدات في عوالم وكائنات فوق الطبيعة. وبنفس الطريقة الدين بيركز بشكل كبير على طبيعة العوالم والكائنات الخارجة عن الطبيعة، إلا أن الدين بيقدم فرضيات عن طبيعة العالم الطبيعي. كنتيجة، العلم والدين في علاقة تفاعل بشكل دائم، ولا توجد طريقة سهلة لتحديد إن كانت العلاقة دي هتكون علاقة صدام، استقلال، أم تكامل. لقرون العلم والدين كانوا في غالب الوقت على حالة صدام، وأنصار الرؤية دي بيعتقدوا أن الصدام بين العلم والدين من غير الممكن تجنبه. أما أنصار رؤية الاستقلالية على النقيض بيأكدوا أن العلم والدين لم يصطدما أبدا، لأنهم بيتناولوا عوالم مختلفة تماما لم ولن تكون في حالة امتزاج أبدا. الدين بيتناول عالم السماء والإلهيات، أما العلم بيتناول عالم الطبيعة أو الواقع، لكن الرؤية دي بتتطلب تقسيم الواقع لعالمين مستقلين متعارضين، وبتتجنب تفسير واحد متسق ومتناغم للعالم والطبيعة اللي احنا جزء منها. وأخيرا، أنصار رؤية التكامل، في حين انهم مدركين ومعترفين باحتمالية الصدام بين العلم والدين، إلا انهم بيجادلوا ان نتائج البحث العلمي في بعض الأحيان لها تبعيات داعمة للرؤية الدينية، وكذلك المعتقدات الدينية ليست بالضرورة في حالة تناقض مع العقلانية العلمية. لكن أيا كانت علاقة العلم بالدين، المؤمنين لابد لهم من تبرير اعتقادهم وإيمانهم بصورة عقلية ما. البعض بيفسر إيمانه على أساس عقلاني، وبيجادل إن هناك عنصر عقلاني قوي في الإيمان الديني، وبيطرح حجج متعددة لإثبات وجود الله بشكل عام، وحجج دينية بشكل خاص مرتبطة بعقيدة الفرد. لكن على الجانب الآخر، هناك فريق من المؤمنين بينكر وجود أدلة عقلانية قوية داعمة للإيمان أو الفكرة الدينية، لكنه مازال بيكون إيمان في وجود الله. في صور عدة من الطيار ده، منها المدرسة الإيمانية، إرادة الإيمان، رهان باسكال، ونظرية المعرفة الإصلاحية. أنصار الرؤية الإيمانية بيجادلوا إن استخدام العقل لتقييم الإيمان والعقيدة الدينية ليس أبداً الطريقة المناسبة، لأن الإيمان لا يحتاج لتبرير عقلاني. في بعض الأحيان العقل قد يدفع الإنسان في اتجاه مضاد الإيمان، وأنصار رؤية إرادة الإيمان بيبنوا على الرؤية الإيمانية، ويجادلوا إن في بعض الأحيان لبعض البشر الإيمان بدون أدلة براغماتية واقعية بيكون مفيد. أما باسكال أخذ الفكرة دي لمرحلة أبعد من العملية والبراجماتية، وطرح رهان رياضي جادل فيه إن أفضل رهان للبشر هو الاعتقاد في وجود الله بغض النظر عن وجود أدلة على وجوده. هناك الكثير قد يربحه الفرد إن كان في وجود لله، وكثير قد يخسره الفرد إن اختار عدم الإيمان وكان في وجود لله. أما أتباع مدرسة الإصلاح المعرفي بيتفقوا مع الرؤية الإيمانية في أن الإيمان لا يعتمد على الأدلة، لكنهم ليسوا ضد التيار العقلاني في تفسير ودعم الإيمان، وبيجادلوا أن الإيمان بالله أساسي وجوهري عند بعض الناس بدون أي دليل عملي لدعمه، مثل كمثل الإيمان في أي بديهية أخرى في الحياة. بغض النظر عن الإدعاءات والفرضيات المختلفة عن سر إيمان الفرد، يبدو أن التبرير الأخير لأي التزام إيماني عند الإنسان هو تقييم الفرد النسبي لما هو ذو قيمة بناء على تجربته الحياتية وقدراته العقلية على فهم وإدراك التبعيات المترتبة على الالتزام والإيمان بتلك القيم.